السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تن، وحلقة جديدة من برنامج فيكم الخير. كل واحد فينا دايما يحب أن يكون عنده رصيد، في اللي مركز مع رصيد البنك، وفي اللي مركز مع رصيد العلاقات الاجتماعية، وفي اللي رصيد الأولاد وتربيتهم وتعليمهم، واللي رصيده الشغل أو الصحاب أو العيلة، ده حتى رصيد الموبايل بنبقى مهتمين جدا جدا أننا نشحنه طول الوقت. كل واحد بقى ورصيده، لكن هل فكرنا في رصيدنا من الحسنات أخباره إيه؟ هل حضرتك فكرت عندك كام صلاة على النبي؟ عملت كام تسبيحة في اليوم؟ صليت كام ركعة غير صلاة الفريضة؟ اتصدقت بقد إيه من مرتبك أو من مالك عموما؟ هل حضرتك اتصدقت قبل كده بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة وبس؟ هل في عمل من الأعمال الخفية بتاعة حضرتك أو حضرتك اللي بينك وبين رب العالمين، واللي ممكن تقول عليها الرصيد الخفي أو الخبيئة؟ هنعيش مع حضراتكم النهاردة مع رصيد من نوع مختلف، ونرحب معاكم فضيلة الشيخ كارم ممدوح من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بك يا شيخ كارم. أهلا بحضرتك. الرصيد، فكرة الرصيد دلوقتي كل واحد بيسعى الرصيد من حاجة معينة، رصيد بيت، رصيد ولاد، رصيد فلوس، زي ما احنا قلنا. إيه الرصيد اللي احنا محتاجين نحوشه فعلا علشان يعني الدوام والأبقى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة الجميلة، أشكر حضرتك عليها جدا جدا، إن احنا عندنا اهتمامات كثيرة جدا بنهتم بيها، بنهتم زي ما حضرتك قلتي بالأرصدة البنكية أو الاجتماعية أو غيرها من هذه الأرصدة كتير جدا، ولكن ما فكرناش فعلا في حاجة اسمها الخبيئة، أو حاجة اسمها العمل الخفي، أو حاجة فعلا باب ورصيد من أبواب الحسنات. أنا عايز أقول لحضرتك أن سيدنا الحسن البصري قال: ومن العباد من بينه وبين الله خبيئة هي سبب في تفريج كرباته، ومنهم من بينه وبين الله خبيئة هي سبب في كرباته. منهم من بينه وبين الله عمل صالح، صدقة، باب من أبواب الخير يسعى إليه في الليل ويسعى إليه في النهار. هو ده السبب في حل جميع المشاكل، هو ده اللي بيتوسل لربنا بهذا العمل لما يقع في مشكلة مع حد، لما حد يضايقه، لما يقع في قرب، لما يقع في أي كذا، يقول يا رب بحق هذا العمل الذي أعمله، وبحق هذا هذه الخبيئة الذي لا يطلع عليها أحد غيرك، يا رب اكشف عني ما أنا فيه. حضرتني قصة دلوقتي وحضرتك بتقول فكرة الخبيئة والعمل بتاعت التلاتة اللي اتحبسوا في كهف أو في غار، صحيح، وكل واحد منهم تذكر عمل كان خالص، أعمال صالحة، لوجه الله، أو خبيئة، صحيح، لوجه الله زي ما بيقولوا، علشان تفرج الكرب ده. ودي رسالة لينا يا أستاذة رباب، يعني نتخيل كلنا دلوقتي لو أغلق علينا مثلا يعني هذا الأستوديو، أو أغلقت علينا مدينة الإنتاج، ونادى زي ما أغلق عليهم الكهف، صحيح، زي ما أغلق عليهم الكهف، ونادى مناد من قبل الله ألا ينجو أحد من هذا المكان إلا بعمل صادق خالص لله، بينه وبين ربنا. معلش أنا عايزك تسألي نفسك، بينك وبين نفسك، وأنا أسأل نفسي، وجميع المشاهدين اللي سامعيننا وشايفيننا يسألوا نفسهم، بالله عليك إيه هو العمل الصالح اللي عملته بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ هي الصدقة الخفية الصالحة الصادقة اللي عملتها بينك وبين ربنا، اللي تقول يا رب بحق هذا العمل نجيني مما أنا فيه. صحيح. في يعني سيدنا النبي علم الصحابة حاجات كتيرة جدا جدا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طول عمره كان بيعمل عمل صالح لا يطلع عليه أحد. سيدنا أبو بكر ده برغم إن إحنا كمان نعرف حاجات كتير ونقتضي بيه، وكمان بقى وما خفي كان أعظم. الله يفتح عليك. مش احنا نتكلم بقى عن رصيد الحسنات؟ صحيح. رصيد اللي هيفرج كربنا وهيزيل همنا ويرفع في الجنة درجتنا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة والأعمال الخبيئة الخفية. طب مين أحسن؟ يعني مين أعلى درجة عند رب العالمين؟ الصدقة الظاهرة ولا الصدقة الخفية؟ والله كل له مكانة. أن تبدو الصدقات فنعم ما هي، ربنا قال كده سبحانه وتعالى من باب التنافس، ان انا انافس هذا وهذا، يعني مش من باب المنظره، دي اهم حاجه. صحيح. لا طبعا، من باب المنافسه، من باب حث الاخرين على ان يتنافسوا، من باب المشاركه، من باب كذا، هذا كله امر مطلوب ولا شيء فيه ان شاء الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الامر الخفي من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، اللهم اجعلنا جميعا منهم. صحيح. ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. احنا محتاجين للصدقة، محتاجين لباب من أبواب الخير، محتاجين لهذه الأرصدة اللي هتنفعنا. والله لما نلاقي نفتش على رصيد البنك مش هنلاقي للأسف، رصيد الاجتماعات مش هينفعنا، مش هينفعنا إلا العمل الإيه؟ إلا العمل الصالح اللي نتقرب به لربنا سبحانه وتعالى.
يعني ربنا يتقبل من كل اللي بيعمل عمل صالح. احنا دايما بنتكلم بشكل نظري عن رصيد الحسنات، ودايما اللي بيكتفي بالنظر وبس بيفضل محلك سر. اللي بيكتفي بس ان هو ما يعملش اي حاجه عمليه، يفضل بس بالنظري وخلاص. تعالوا نطبق بشكل عملي دلوقتي كل اللي قلناه في الحلقه، ونزود رصيد الخير ورصيد الحسنات ورصيد الثواب مع مؤسسه فذكر. هنشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع لحضراتكم مره تانية. النهاردة أنا معاكم تقرير مختلف وموضوع مختلف وضيفة مختلفة، تعالوا نتعرف عليها. أنت اسمك إيه؟ نرمي. نرمين إيه؟ أنا عمري عبد الوهاب حسن. كفاية قوي يا نرمين. نرمين بنت جميلة لكنها من أسرة فقيرة، أسرة ظروفها المادية صعبة جدا. الأسرة البيت محتاج يتسقف، محتاج مية، محتاج إعادة تهيئة. دايما بقول لكم كده ان من اصعب الحالات في الدنيا ان يجتمع فقر ومرض مع بعض، ان الواحد يكون فقير وظروفه صعبة وعنده حالة مرضية. نرمين البنوتة الأمورة العسولة اللي قدامنا دي محتاجة عملية ضروري جدا في عينيها، محتاجة عملية عشان نحافظ على نظرها مع أسرتها اللي هي مش قادرة أصلا تصرف على علاجها. أتمنى إن إحنا كلنا نتعاون ونتكاتف مع بعض ونتراحم فيما بيننا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحزن. إحنا معانا أم نرمين، نسألها ونعرف منها الحالة بالظبط إيه، البيت محتاج إيه، حالة نرمين إيه، تقول لنا بالظبط وبشكل واضح عشان نعرف كلنا إيه اللي محتاجينه. لا عايزين سقف، مفيش سقف، عاملين ببوس، وعايزين محارة. المية العذب ما بتخش لناش هنا، تنة بعيدة بنشيلها على راسنا. ونرمين عايزة عملية، عينها ضعيفة وبكشف لها مخ وأعصاب برضو، والمصاريف على قد يعني على قد البيت ما فيش. طيب يعني قولي لي يا ام نرمين، دلوقتي انتوا بتقولي ان انت بتجيبي الميه وبتشيل الميه، يعني احنا النهارده البيت مش مسقوف خالص؟ اوضه وربنا رزقنا باوضه والمطبخ، وحاطين عليهم تراب، يعني مش حاطين حتى كمان محاره بتاع ده، زلط ولا رمله ولا اي حاجه فوقها، حاطين عليها التراب. طيب يعني وضع البيت بيبقى ايه بقى لما الشتاء يدخل عليكم والدنيا تمطر ويبقى في مطر شديد، بيبقى الوضع ايه جوه البيت؟ ده اللي ما بتخش عنا الأوضة اللي احنا قاعدين فيها، حاطين فيها طلباتنا جوه. بناشد كل أهل الخير، كل الناس اللي بتدور تحط صدقاتها وتبرعاتها فين، لأنها مش لاقي حد تديله. بقول لكم أهو مؤسسة فذكر بتفتح لكم باب من أبواب الخير مع الأسرة دي، مع كل الأسر الفقيرة ومع كل الأسر المحتاجة. احنا محتاجين نساهم ونسابق ونسارع. ربنا بيقول كده: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ورجعنا لحضراتكم مع الرصيد، رصيد الخير، رصيد الثواب، ازاي ازود رصيدي مع مؤسسة من مؤسسات الخير زي مؤسسة فذكر. والله يا زي ما قلت حضرتك قبل التقرير، ان احنا كان عندنا قدوة بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه كان يتكفل بأسرة كاملة. هذه الأسرة وهذا البيت يعيش فيه امرأة كفيفة، امرأة يعني عمياء. أيوة لا ترى ولا تعلم من الذي يأتيها. الله. ولكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يتفقد أحوالها في الليل وفي النهار. فكان يذهب إليها في البيت، يكنس هذا البيت ويطعمها ويسقيها وينظف ثيابها. الفترة دي فترة كبيرة جدا، سيدنا أبو بكر كان شغال مع ربنا أعمال خفية وخبيئة وأعمال صالحة، وعمال يزود رصيده في الجنة، حتى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل حد في الدنيا كان له يد علينا كافأناه بها إلا أبا بكر، إلا أبو بكر لأن له يد علينا كبيرة جدا، ربنا سبحانه وتعالى يكافئ عليها. ولو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة
لرجحت كفة مين؟ كفة سيدنا أبو بكر. طب اللي عرف الخبيئة دي مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. زي ما قلت لحضرتك يا أستاذ أرباب، كانوا بيتنافسوا في الخير، كانوا بيسرعوا في الخير، كانوا بيتسابقوا إلى الخير. كل واحد فيهم لما كان يسمع أن صديقه بيتصل وبيكفل الأسرة ويرعاها، التاني كان بيتنافس وعايز يزيد معاه. دول كان بيتنافسوا في الآخرة مش في الدنيا. صحيح. دول كان همهم كلهم إرضاء ربنا سبحانه وتعالى وإرضاء سيدنا النبي، وإزاي يحصلوا أرصدة عالية جدا جدا ويزودوها مع ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عمر كان بيراقب سيدنا أبو بكر، كان عايز يعرف هو بيروح فين، الراجل ده بيعمل ايه. طبعا الراجل ده كان عايش ازاي وكل يوم بيروح المكان المعين ده ليه. عدت الايام وما سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر راح المكان اللي سيدنا ابو بكر كان بيروحه، راح يشوف سيدنا عمر كان، سيدنا ابو بكر كان بيروح المكان ده ليه. دخل البيت، بيت مهمش بسيط خالص، لقى امراه عجوز كبيره في السن قاعده عميه، فدخل عندها وبيقول لها يا امي اخبارك ايه واحوالك ايه؟ قالت له انت جاي تعمل؟ قال انا جاي اقول كان في حد بيجي لك هنا. قالت له ده كان بيجي يكنس لي ويوكلني ويشربني كذا كذا. فراح مقدم لها الاكل، وهو بيقدم لها الاكل نسي يشيل النوى من الايه، من التمر، من البلح. فقالت له انت مين؟ قال لها انا اللي بكنس لك. قالت له لا انت اتغيرت، اللي كان بيكنس ويطعمني ويوكلني ويشربني كان بيشيل النوى من التمر، انت حد غيره. قال لها ابو بكر مات، اتعبت الخلفاء بعدك يا ابا بكر. يا الله، من شدة وحرص سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على الخير. سيدنا أبو بكر لما سمع سيدنا النبي يعني يحثهم على الصدقة وعلى الإنفاق وعلى المسارعة في الخيرات، ذهب إلى البيت وفتش في رصيده في البنك، فتش في رصيده في البيت قد إيه الرصيد ده؟ 10,000 درهم، 10,000 دينار. جابهم كلهم في قطعة قماش ووضعها بين يدي رسول الله. سيدنا عمر قعد من بعيد برضه بيترقب الموقف ويقول سأسبق أبا بكر إن سبقته يوم. أنا بقى في اليوم مرة دي أنا بقى عندي مال كتير جدا جدا، هجيب المال الكتير ده وحطه بين إيد سيدنا النبي عشان أسبق مين؟ أسبق سيدنا أبو بكر. فأتى سيدنا أبو بكر بماله ووضعه بين يدي النبي. فسأله النبي كم تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. لا حول ولا قوة، تركت لهم الله ورسوله. وقال يا عمر كم تركت لأولادك؟ قال يا رسول الله أتيت بنصفه وتركت لهم النصف الآخر. برضو أبو بكر، ده سيدنا أبو بكر مع عظم مكانة أبي بكر عليه. ويعني مسارعة سيدنا أبو بكر في الخير، وإن زي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كان يعني يجود بقلبي ويجود بمالي ويجود بكل ما يملك من أجل يعني يفتح باب ويزيد هذا الرصيد بينه وبين الله. احنا فين؟ احنا فين من الناس الحلوة دي والناس اللي بتعرف ربنا حق معرفة؟ يعني دي الناس اللي بتعبد الله حق عبادته فعلا. يعني ناس كتير قوي ممكن يكون معاها اكتر بكتير مما كان يملك سيدنا ابو بكر. صحيح. وسيدنا عمر وغيرهم، وما بيعملوش اي حاجة من الحاجات دي. فمحتاجين نعرف مع حضرتك ايه اللي مطلوب او ايه اللي نقدر نعمله عشان نلحق نسارع في الخيرات في الايام المفترجة دي. احنا خلاص بدأنا شهور الخير بقى، احنا داخلين على شهور الخير والبركه كلها الى شهر رمضان. احنا كلنا طبعا ايام حلوه ومواسم وايام كلها قريبه من رب العالمين. يا استاذ رباب، يعني للاسف التقارير اللي بنشوفها والله العظيم يعني يكاد القلب يعني ان يدمع قبل العين. صحيح. وهي بتمثل اصلا جزء من الحقيقه، يعني مش كل ده. انا والله اقسم لك بالله انا بشوف نرمين الطفله البريئه الجميله العسوله وهي محتاجه. صحيح. عمليه. صحيح. يا جماعه. صحيح. نرمين بتنشد اهل الخير، بتقول لنا ان احنا نمد ايدي الخير لنرمين يعني نشارك ونتصل على المؤسسة ونتكفل بإجراء عملية كاملة لنرمين. أم نرمين محتاجة تسقيف بيت. يا جماعة السهم في التسقيف ب5,000 جنيه، أمر بسيط زي ما قلت لك، هتدخل السعادة على هذه الأسرة وترضي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سيدنا أبو بكر لما سمع هذه الآية بكى وقال المال مال الله. المال مال الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني يطلب قرض هذا المال منا ومع ذلك يضع لنا الجنة. ربنا سبحانه وتعالى هذا المال ماله. طب مين اللي هيقرض ربنا ومين اللي هيبيع نفسه وماله مقابل جنة عرضها السماوات والأرض؟ ان هو يسقف ويشارك في تسقيف بيت ب5,000 جنيه مع مؤسسة فذكر. مع مؤسسة فذكر، الصدقة عنوان لقلبك. كل ما بتطلع صدقة حضرتك بتحط نقطة بيضة جوه قلبك حقيقي، وكل ما بتكتر في التعاط هتزيد النقط البيضة لحد ما يتحول قلبك للون الأبيض، وهو أحلى لون ممكن يبقى لون لقلب البني آدم. خلونا دلوقتي نطلع نشوف تقرير عن لون أبيض ناصع، وهو لون أعمال الخير الكتير اللي بنقوم بيها مع مؤسسة فذكر. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لحضراتكم النهاردة مرة تانية لقرية باها محافظة بني سويف. جينا المكان ده قبل كده، مؤسسة فذكر جت وزارت المكان ده قبل كده. هنوريكم المكان اللي شفتوه قبل كده اللي كان محتاج إحلال وتجديد ومحتاج شغل كتير جدا. بصدقات أهل الخير وبمساعدات أهل الخير مع مؤسسة فذكر تم فعلا إحلال المبنى وتم إحلال البيت وتم عمل البيت، لكن هنشوف إيه اللي اتعمل وإيه اللي محتاجينه وإزاي إن المساعدة دي كانت سايبة أثر كبير جدا عند أهل البيت وأصحاب البيت. هنوريكم اللي اتعمل ونوريكم اللي كان قبل كده كان الوضع إيه، ونشوف البيت محتاج إيه تاني منكم علشان نساهم كلنا ونساعد كلنا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قولي لي يا حاجة مصباح، لما مؤسسة فذكر جت وشافت البيت اللي هو كان بالطين ومبني بقاله 55 سنة وتعب من عوامل الزمن، احنا نفسنا بنتعب، المؤسسة عملت ايه؟ جابت لي، صرفوا لي فلوس وبنوا لي وجابوا لي خشب وسقفوا لي بنات وسقف. حاجة مصباح، انا عايز منك كلمة لكل الناس اللي ساهمت في بنى البيت ولسه هيساهموا من اهل الخير ان احنا نكمل اعمال بيت الست مصباح، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ربنا يبارك فيكم ويحنن عليكم ويكفوهم شر المرض ويطول عمرهم ويجعل في ميزان حسناتهم ويبارك فيهم كما بارك في بحر النيل. كل اللي سبب وجاب قر ومشي خطوه لي، كل الناس اللي هتساهم اللي هيصيبوا دعوه من الدعوات دي، تاكد ان ربنا هيسعدك في الدنيا وفي الاخره. ساهموا وشاركوا وسارعوا مع مؤسسه فذكر. الارقام على الشاشه والارقام موجوده معانا. محتاجين نستكمل البيت للحاجه مصباح، محتاجين نكمل عمليه التكريم للحاجه مصباح. حاجه مصباح ام تستحق فعلا ان احنا نكرمها ونساعدها ونسعدها زي ما ربنا سبحانه وتعالى هيساعدكم وهيسعدكم في الدنيا وفي الآخرة. محتاجين نعمل خير كتير، ومحتاجين نعرف من حضرتك ايه هي المبادرة اللي ممكن تكون تتميز بيها مؤسسة فذكر عن مؤسسات تانية وعن أعمال خير تانية غير تقليدية أو ما نكونش سمعناها قبل كده. يعني فضل الله أولا وآخرا، المؤسسة يعني بادرت وسارعت وسابقت جميع المؤسسات الخيرية في أن هي تروح لمنحة تاني خالص خالص، وتنظر إلى أطفالنا وأولادنا وفلذات أكبادنا اللي هم تولدوا يا أستاذ رباب وعندهم تشوهات خلقية. المؤسسة لما شافت ونزلت لأرض الواقع ولقيت أن الوالد الفقير والأم المحتاجة والمرأة الأرملة، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها ابتلاء تاني خالص. وطبعا ابتلاها ربنا لرفعة المكانة هذا العبد، عشان ربنا بيحبها فربنا ابتلاها. الابتلاء صعب شوية وشديد جدا جدا، خاصة لما يكون الابتلاء ده في ولد من الأولاد، لما يكون الابتلاء ده في نور يعني في فلذات الاكباد، يعني مفيش اكتر من كده. صحيح. يعني بفضل الله المؤسسه يعني طرقت هذا الباب، وبفضل الله تعالى انفردت بمبادره لم يسبقها اليها احد. حاجه معالجه التشوهات الخلقيه. صحيح. الله يفتح عليك. التشوهات الخلقيه عندنا للاسف يعني شفه ارنبيه، لحديث الولاده تحديدا، يعني خلقي لحديث الولاده، مش لحديث الولاده طبعا. أطفال للأسف ولد يعني بنحاول نلحقهم زي ما بيقولوا قبل ما يفوت الأوان. لازم يعني الولد الطفل الصغير اللي عنده انسداد في مجرى البول ده لو ما تلحقش ده ممكن للأسف يؤدي إلى الوفاة، يموت طبعا، وممكن للأسف لا يستطيع الزواج ولا ممارسة الحياة الطبيعية خالص الطفل ده. كذلك البنت اللي عندها عيب يعني خلقي في الوجه، يعني كيف تتزوج هذه البنت؟ المؤسسة بفضل الله يعني طرقت هذا الباب وشاركت هذا الباب، ولكن تناشد المؤسسة ويناشد وهذا يعني هؤلاء الأطباء الذين يعملون في هذه المؤسسة يعني أهل الفضل وأهل العطاء. صح. أهل الثراء، هؤلاء الذين يعني لامست هذه المبادرة قلوبهم
ورأوا هؤلاء البراعم. هي مبادرة تستحق يعني طبعا حاجة بقول لحضرتك محدش يعني التفت ليها خالص خالص. في أمراض بس أمراض عادية. احنا بفضل الله يا أستاذ رباب يعني بفضل الله حاليا في إنشاء مجمع طبي كامل متكامل لإجراء عمليات لحديث الولادة اللي هم عندهم تشوهات خلقية، بس محتاجين الدعم، محتاجين الدعم من أهل الخير، محتاجين الشراكة، محتاجين إن احنا يعني كلنا نمد أيدي الخير لهذه المبادرة. صحيح. محتاجين يا أستاذ رباب نخفف الأعباء، محتاجين تجهيز غرفة عمليات، محتاجين يعني كشاف لغرفة العمليات، محتاجين أجهزة داخل غرفة العمليات عشان نخفف الأعباء. احنا عندنا دلوقتي حاليا أكتر من 100 حالة على قوائم الانتظار، منهم اللي هيلحق يعمل عملية، ومنهم اللي خلاص للاسف بتعاني، منهم الام اللي كل يوم تتصل انتوا عملتوا ايه، ابني محتاج عمليه ضروري. احنا مش قادرين نقول لها لا والله، بس احنا عندنا امل في الله وعندنا امل في اللي سمعنا وشايفنا وبيشاهدنا. مطلوب منهم ايه؟ هما دول شايفيننا وسمعنا، نقول لهم ايه او مطلوب منهم يعني؟ انا عايز اقول يعني معلش 1000 جنيه 5000 جنيه شارك وساعد وساهم، احمي ولدك زي ما قلت لك ان الصدقه دي بتصد كل ابواب السوء عني وعن اهل بيتي. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ان انا اتصدق واتكفل باجراء عمليه لولد يعني عنده تشوه خلقي، ربنا يحفظ لي اولادي. صحيح. وربنا يحفظ لي زوجتي وربنا يحفظ لي اهلي، بس احنا محتاجين فعلا نطرق الباب ونسارع مع هذه المبادره. الا ان المؤسسه ايضا لها مبادرات كثيره جدا جدا. يعني حمل التسقيف المنازل داخل علينا الشتاء علينا وعليك بخير. صحيح. وعلى العالم كله اجمع بخير، والجو فعلا بدا يسقع بالليل شوية. والله والله اقسم لك بالله بينزل عليهم المطر، مش عارفين للاسف، محتاجين فراش ان هم يتدفوا، محتاجين سقف بيت يحميهم ويحرسهم ويحفظهم من المطر ومن البرد القارص، محتاجين ناس تساهم معانا ب 5000 جنيه هتساهم معانا في سهم في تسقيف هذا البيت مع مؤسسه ان شاء الله الناس تستجيب، يعني جمهورنا الكبير العريض يستجيب علشان نلحق نعمل الخير بسرعه في ميعاده. كتير قوي بسال نفسي ايه هو افضل عمل للخير ممكن اعمله، الحقيقه ببقى تايهه ساعات لاني مش بشوف مجالات كتير قوي للخير، كلها محتاجه مساعده، وصلت ميه هتفرح الناس، علاج مريض هترد له روحه والاسره كامله، قوافل الاطعام هتنشر البهجه وهتسد الجوع. تعالوا دلوقتي نشوف تقرير لخير كتير من اعمال الخير اللي بتقوم بيها مؤسسه فذكر، ولما نرجع نفكر سوا ايه افضل عمل خير ممكن نعمله ونعمله بنيه ايه عشان ربنا يستجيب. ناس كتير بتبقى طلباتها بسيطه، طلباتها قليله، طلباتها مش صعبه، طلباتها ما تكلفكش كتير، لكن يرجع لك منها خير كتير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. تخيل ممكن تصرف مبلغ بسيط جدا على الخير، لكن المبلغ ده لما ربنا يردهولك اضعاف مضاعفه. معانا الست ام ملك، اسره فقيره واسره بسيطه وطلباتها قليله جدا، نشوفها ونشوف طلباتها ونشوف بيتها. ازيك يا ام ملك؟ عايز اسالك يا ام ملك، انتوا الاول الاسره عندك كم ولد وكم بنت؟ الاسره قد ايه؟ عندي اربع بنات. اربع بنات. طيب قولي لي يعني انتوا طلباتكم ايه يا ام ملك؟ الناس ساعات بتبقى عايزه تعمل خير بس مش عارفه تودي خيرها فين او تعمله مع مين. احنا جايين النهارده نسالك عشان نقول اهل الخير هو ده العمل. ايه العمل اللي انت محتاجاه في بيتك؟ محتاجه البيت السقف، عايزه ثلاجه وبوتاجاز، وعلى جوزي فلوس عايزه اسددها. طيب يعني لو البيت ده اتسقف يا ام ملك وجات الثلاجه والبوتاجاز وعملنا وصله الميه، عشان انتوا عندكم وصله بتاعه اللي هي الترومبه، عايزه وصله ميه عشان انا بشيل الميه على دماغي مسافه بعيده وطويله قبل ما بجيبها هنا. طيب يعني لو عملنا وصله الميه وعملنا السقف والثلاجه والبوتاجاز وجات لك مساعده علشان جوزك، انت كده ده كل اللي تتمنيه؟ ده كل اللي بتمناه. شوفوا قد ايه الموضوع بسيط، الموضوع سهل. وصله ميه مع مؤسسة فذكر تقريبا بتتكلف 3000 جنيه، واصلة بعداد رسمية ب 3000 جنيه، 3000 جنيه دول ممكن واحد من حضراتكم يخرج خروجة يتعشى بيهم، أو يسافر سفرية يومين ثلاثة يبقى عايز قدهم 3-4 مرات عشان يستمتع يومين ثلاثة، يحس إن هو خد أجازة. المبلغ البسيط ده ممكن يسعد أسرة من الأسر، إن إحنا نساعدهم نعمل لهم وصلة مية عشان يعرفوا ياكلوا ويشربوا يستحموا يعني يقضوا حاجتهم، الحاجات العادية اللي الناس ممكن تستخدمها ببساطة جدا
نساعدهم ان احنا نعمل سقف سهم السقف مع مؤسسه فذكر 5000 جنيه عشان نساعد اسره زي دي ببساطه جدا. ناس كتيره مننا بيبقى عندهم حاجات فايضة من بيوتهم، ثلاجه، بوتاجاز، غساله، ساعات بيرميها. الحاجه دي ممكن تسعد اسره من الاسر. تعالوا نتعاون مع بعض ونسعد الناس. اسعدهم عشان ربنا يسعدك، ساعدهم عشان ربنا يساعدك، اجبر بخاطرهم عشان ربنا يجبر بخاطرك. تواصلوا مع مؤسسة فذكر وإن شاء الله إحنا دايما هنذكركم بالخير والدال على الخير كفاعله. زي ما اتفقنا مصادر الخير كتير والخير دايما موجود. اقول لك يعني كل الملائكه على ما اتذكر والرسل لما قابلوا سيدنا محمد في يوم في ليله الاسراء والمعراج كلهم بشروه وقالوا له ابشر يا محمد فان الخير فيك وفي امتك اليوم الدين. الخير دايما موجود فينا جميعا وفي امه الاسلام. بنشكرك جدا جدا يا شيخ كارم، وان شاء الله مع بعض في حلقات جايه كتير مع الخير ومع مؤسسه فذكر. رب العزه سبحانه وتعالى اتكلم في القران الكريم كتير قوي عن اللي بيجمع الفلوس وبيكنزها وبيحوشها بس عشان يبقى عنده فلوس كتير. والحقيقه ان اللي يركز في الايات دي هيلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى توعد للي بيكنزوا الذهب والفضه والفلوس، وقال ان ليهم وادي في جهنم مخصوص اسمه وادي الويل. ويمكن العقاب الشديد ده راجع لحاجتين. الحاجه الاولى ان حضرتك مستخلف على المال بتاعك وان المال كله لله عز وجل، والحاجه الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى عايز انك تعمر الارض، والتعمير هيكون بمساعده الناس لبعضها واستخدام المال ده في مكانه الصحيح. كل ده مش هيتم إلا عن طريق الزكاة والصدقة والتكاتف مع بعض. والصدقة دايما بنقول عليها إيه؟ الصدقة بركة والبركة خير، والخير دايما بيسيب جمال ومحبة في نفوس الناس. اعملوا الخير ورموه في قلوبكم، اوعوا ترموه في البحر. ودايما فينا وفيكم الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.